هقول لكم صباح الخير عشان احنا مش الصبح احنا صحينا من النوم وعملت بعض الاتصالات وعملت بعض الحاجات في البيكنيك فالنهارده قررنا ان احنا اول وجبه من وجبات اليوم قلت لكم قبل كده ان احنا بناكل وجبتين اتنين في اليوم اه هي اللي نطلع وناكلها بره اللي بيساعدني في 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 اليوم دوت في السيطره عليه عشان الموضوع ما يخربش خالص هو ان انا بحسب الكالوريز فانا حسبت الكالوريز في التو سلايسز بتوع البيتزا طلعوا آه حوالي 660 كالوري انا ليا 1200 كالوري في اليوم فانا كده عرفت خلاص ان انا اخذت نص الكالوريز بتاعتي آه في في الوجبه دي من الاستراتيجيات اللي احنا بنعملها آه احيانا عشان آه يعني ناكل شويه اللي احنا عايزينه بس منفورشه قوي فبدل ما كل واحد ياخد له ازازه بيبسي او كان بيبسي نص ونقسمه سوا طبعا الاحسن ان احنا ما نشربش خالص فاحنا بقالنا شهور وشهور ما شربناش اي بيبسي فالنهارده قررنا بقى بما انها بيكنيك نايه نايه يلا بقى مهدم بايظه بايظه بس برضو ما خرجناش عن حدود الكالوري انتيك اللي هو السعرات الحرارية اللي لازم ناخدها في اليوم كل واحد فينا حاسب السعرات الحرارية اللي لازم ناخدها في اليوم وبنزيدش عنها طبعا اللي سهل علينا العملية دي ان احنا قطعنا كل النشويات كل العيش والمكرونة والرز والكلام دوه ولكن باجي في يوم واحد بس في الاسبوع ممكن اعمل حاجه فيها رز او اعمل حاجه فيها مكرونه اه بنعمل حاجه فيها مكرونه بس برضو ما بطلعش عن حدود الكالوريز فحساب الكالوريز في اليوم ده مهم جدا ومفيد جدا كمان لو عايزين بجد تخسوا استثمروا في ميزان مطبخ ميزان صغير هحط لكم صورة الميزان اللي احنا بنستخدمه ميزان صغير بتوزنوا عليه الجرامات يعني انا مثلا لما بعمل مكرونة بعمل خمسين جرام لكل شخص تخيلوا كده يعني الكيس اللي هو 400 جرام جرام بعمله على مرتين وكده يبقى اسمنا ان احنا اكلنا مكرونة واستمتعنا بيها مرة في الاسبوع وانبسطنا وخلاص الموضوع لطيف ولذيذ بس خلصنا بقى البيكنيك ورجعنا البيت وقلت لازم اه اكلمكم واصبح عليكم او امسي عليكم واكلمكم على موضوع يعني انا بقول لكم ان انا بجمع بعض الاسئله اللي بتجيلي فلقيت في ترند تاني من الاسئله هو عن الغيره من الاخرين طبعا غير الغيره على جوازاتنا ده ده ترند برده تاني هبقى اتكلم عليه اللي هو الجزء الزوج اللي بيغير على مراته او الست اللي بتغير قوي قوي على جوزها لكن هنا انا بتكلم على الغيره من نجاح الاخرين ويمكن في فيديو مشهور قوي ليا على الانترنت عن الموضوع ده وبتكلم فيه عن ما يسمى بنظريه البلاطه الناقصه ان كل واحد فينا في في بيت جميل حلو لكن في طوبه مثلا عندنا جدار وناقص منه طوبه كل واحد فينا ما بيبقاش شايف غير هذه الطوبه اللي ناقصه ومدام فلان عنده الطوبه دي انا ما ببصش لل99 طوبه اللي عندي ولكن بقارن الطوبه اللي مش عندي وعنده وده بيعميني عن ان انا اشوف ان هو كمان عنده طوبه ناقصه هو كمان عنده حاجه ناقصه فهنا انا مش هتكلم بقى على الغيره وديناميكيه الغيره من نجاح الاخرين او اللي عند الاخرين ممكن يكونوا اغنى مني ممكن يكونوا احلى مني ممكن يكونوا انجح مني ممكن يكونوا محبوبين عني الكلام ده كله انا بقى عايزه اتكلم على ازاي نتخلص من الموضوع ده و اولا لازم يعني نتاكد ان احساس الغيره من الاخرين احساس انساني. بيحصل لجميع البشر واللي يقول لك كان في يعني شخصيه في حياتي كانت تقول ابدا انا ما بغرش من اي حد انا ربنا سبحانه وتعالى حط في قلبي مش عارف ايه انا ايه انا ايه انا ايه أه لما كبرت وتعلمت واحتكيت طبعا بالناس وسافرت ورحت وجيت وتعرضت لمواقف ومشاكل وقريت كمان وتعلمت حاجات اكتشفت ان ده مش حقيقي اي انسان يقول عن نفسه اللي هو عايزه يقول انا ما بغيرش من حد انا ما بفكرش في حد انا ما بتمناش لاي حد غير الخير لكن بتظل فينا طبيعه بشريه احنا مش ملايكه ما حدش يخدع نفسه ويتظاهر قدام الاخرين والانيل كمان يتظاهر قدام نفسه ان هو ملاك لا احنا ملايكه ولا احنا شياطين احنا حاجه في النص عشان كده حتى مثلا يقول لك يعني اللي هم الناس القتلين قتل ولا اللي هم الناس اللي في المافيا ولا الكلام ده هو بيبقى فيه بينهم في فيهم جانب انساني تاني بيعطف بيحب بيقدر بي... الله ايه ده ازاي يبقى هو بيقتل ناس وفي نفس الوقت بيعطف على ناس تانية وفي ناس بتحبه والكلام ده ازاي ده ده, ده, ده لا يتماشى مع ده لا ده هنا اوحش حاجه وده هنا احسن حاجه واحنا بني ادمين فينا الاثنين احنا فينا من صفات الملائكه وفينا من صفات الشياطين احنا بني ادمين مخلوقين من طين ربنا سبحانه وتعالى حط فينا كل الصفات ممكن اللي بيفرق بقى ان لما اعرف في نفسي صفه حلوه واغذيها يبقى الحلو هو اللي غالب عليا ولما يبقى في في نفسي صفه وحشه. وغذيها هي دي اللي بتبقى الصفه اللي غالبه عليا الهنود الحمر عندهم قصه برضو سيمبوليك كده رمزيه ان شخص عنده ذئبين اه الهنود الحمر بيتعاملوا مع الذئاب آه ذئب طيب وذئب شرير لو انت غذيت وأكلت الذئب الشرير على طول على طول على طول هيقوى. والذئب الطيب هيضعف وبالتالي الذئب الشرير ده هيجي في يوم من الايام يتقلب عليك لو عملت العكس الذئب الطيب هيقوى وهو اللي هيدافع عنك ضد الذئب الشرير الذئاب دي مش موجوده بره الذئاب دي جوانا احنا احنا جوانا هذا الذئب الطيب وهذا الذئب الشرير لو غذيت الذئب الطيب بيحمينا دايما بيخلي الطيب والحلو والجميل هو الغالب علينا لكن فينا الاثنين وده هيظهر احيانا وده هيظهر احيانا فدي اول نقطه مهمه جدا جدا ان احنا نتعامل مع انفسنا كبشر لا احنا ملائكه ولا احنا شياطين احنا ممكن نغير وممكن نحقد و... وممكن نكذب وممكن نخدع وممكن نضر الاخرين وممكن وممكن كل حاجه احنا قادرين على ان احنا نعملها في نفس الوقت برده احنا نقدر نبقى طيبين ونقدر نبقى صادقين ونقدر نبقى خيرين ونقدر نبقى كرماء ونقدر نبقى كذا ونقدر نبقى كذا ونقدر نبقى كذا احنا فينا كل هذه الصفات ونقدر نستخدمها ونقرر امتى نستخدم كل حاجه فيها فاللي هيجي يقول لا انا ما بغيرش من حد لا معلش سوري انت كذاب او اللي هيجي يقول انا بغير ومش قادر ومش عارف ايه وانا انسان وحش لا انت مش انسان وحش ولا انتي انسانه وحشه انت مجرد انسان احنا مجرد بشر فدي نقطه حطيناها على جنب طيب خلاص اوكي انا في شخص معين او اشخاص احيانا لما بنغذي احساس الغيره ده يبقى اي حد في حياتي اغير منه ودي يمكن انا قابلتها فعلا وفي جلسه مصارحه مع هذه السيده قالت لي انا ما فيش حد في حياتي ما بغيرش منه ما فيش حد في حياتي مش حياته مش احسن من حياتي ليه لا كل الستات اللي حواليا وكل ال... واختي و... و... ومرات اخويا ومش عارف مين ومين كلهم حياتهم احسن مني وانا بغير منهم كلهم وانا حقد عليهم كلهم و... وتطأ... يعني و... و... وزاد الكلام حتى انت كمان ما انت فيكي و... عندك وعندك 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 فال... ف ال... البشر اللي من النوعيه دي سابوا نفسهم لإحساس الغيرة يلتهمهم من جوة وبقت قلوبهم متقدة بنار شديدة جدا 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 فأول حاجة لما نعرف إن إحساس الغيرة ده طبيعي بس اللي مش طبيعي إنه يكون إحساس غالب ومسيطر على حياتنا لدرجة إنه هو يلتهمنا جوة نار نار تخيلوا كده المشهد قدامي ان هي في قلبها نار او هذا الشخص في قلبه نار والنار قاعده عماله تقوى وتقوى وتملاه 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 لدرجه ان هي حرقته كله التصور بشع يعني بس بس هو فعلا كده فاول حاجه ناخد قرار بينا وبين نفسنا خلاص انا مش هسمح لهذا الاحساس المدمر انه يزيد في قلبي اكتر من كده وهاخد كل الخطوات اللازمه ان انا اقلل من هذا الاحساس في بقى كذا حاجه ممكن نعملها اول حاجه اول حاجه إيه ان احنا نتمنى الخير للاخرين وتمني الخير للاخرين عندنا في جميع الديانات جاي بصوره الدعاء احنا عندنا الدعاء. اخواتنا المسيحيين بيقولوا الصلاه اليهود برضو عندهم الدعاء حتى اللي هم البوذيه والديانات الاخرى كلهم عندهم هذا الوش فول ثينكينج التفكير اللي فيه تمني وامنيه امنيه ممكن تكون ليا وامنيه ممكن تكون للاخرين اول ما يذكر هذا الشخص او هذه الانسانه. اللي احنا من جوانا بينا وبين نفسنا حاسين بغيره منها ندعيلها وندعيلها بابتسامه آه الابتسامه آه الابتسامه حاجه غريبه قوي يعني جسر ربنا سبحانه وتعالى خلقه فينا غريبه قوي 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 ممكن تكون في قمه حزنك وتجبر نفسك على الابتسام تبص تلاقي المشاعر الوحشه شويه اللي في قلبك من حزن من غضب من كذا من كذا من كذا ابتدت تدوب فالابتسامه ساعه الدعاء لما ندعي ربنا يبارك لها مش ربنا يبارك لها لا انا بغير من فلانه لا أي سبب من الاسباب ممكن يكون مجموعه اسباب عشان ولادها عشان شكلها عشان انها محبوبه عشان اشطر مني عشان بتعرف حاجه عني عشان كذا عشان كذا عشان اشطر مني في المدرسه عشان احلى مني عشان واتيفر ممكن يكونوا كذا حاجه في بعض انا بغير من هذه الانسانه دي لما افتكرها او لما تيجي سيرتها ابتسم واقول ربنا يبارك لها ربنا يزيده من نعيمه يزيدها من نعيمه ربنا كذا ربنا كذا ربنا كذا الدعاء مصحوب بابتسامه حتى ولو مفتعله في الاول إيه يعني ما هو اصل الامور دي مش هتخلص كده ما بين يوم وليله إيه يعني تخيلوا كده يقولك لك ايه ران على قلبه يعني كان في صدى تخيلوا كده القلب ده كان كانه مصنوع من حديد وحاطينه في الشمس والهواء الشمس تلفح فيه والهواء يصديه وحالته حاله وفي طبقه صدى قاعده عماله تاكل فيه الفرق ما بين صدى المعادن معلش بقى انا مهندسه ميكانيكا لازم اتفلسف شويه صدى الحديد من اوحش انواع الصدى لانه بياكل الحديد نفسه كمية الحديد يعني لو جبنا قطعة حديد وسبناها تصدي وشلنا الصدى ده بفرشة وزناها هتلاقي وزنها اخس لأن الصدى ده بياكل من الحديد نفسه آه، الألومنيوم مثلا وال آه، 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 الكوبر آه، بسم الله الرحمن الرحيم النحاس بياخد بس الطبقة الأولانية بس والطبقة الأولانية دي بتعمل عازل سبحان الله بيحافظ على المعدن اللي تحت منه فتبقى الطبقه الاولانيه هي اللي مصديه وانس ان احنا شلناها وما بياخدش كتير من وزن هذا المعدن غير الصدى بتاع الحديد صدى الحديد ابشع انواع الصدى لما يبقى كده قلبنا قاعد عمال احميل اول من الصدى لانه هيتاكل على فكره هيخلص لو لو سبته ف يعني حتى لو الابتسامة مفتعلة أحسن من مفيش أحسن من دعوة خاوية مجرد كلمة وبس لا ده كلمة وفيها أكشن كمان فيها كلمة وفعل الكلمة هو الدعاء والفعل هو الابتسامة فندعي لهذا الشخص أو هذه الإنسانة بابتسامة وندعي لها شوية شوية هتبصوا تلاقوا مشاعرنا اختلفت فعلا فعلا اللي احنا بنعمله الحزين اللي يحط ايده على خده ويفضل في مكانه بيزداد حزن عشان كده يعني في بحث جميل جدا جدا قريته مؤخرا يمكن اكلمكم عنه بالتفصيل وهو ان ان التفاؤل نقدر نتعلم مش انا دايما اقول لكم لما تيجي سيره المهارات واقول لكم الشيء ده مهاره. وده من حزن حظنا ان احنا نقدر نتعلمه تخيلوا العلماء اكتشفوا ان التفاؤل مهاره ان التفكير الايجابي والتفكير المتفائل مهاره مهاره يعني لازم نت... يعني ممكن نتعلمها زي مهاره ان انا امسك القلم زي مهاره ان انا امسك السكينه واقعد اقطع زي مهاره اي حاجه زي الطفل الصغير اللي بيتعلم يقوم يمشي فالتخلص من الغيره يعد مهاره يعني ممكن اتعلمها شوية شوية واول خطوة أعيدها لكم تاني هو ان احنا ندعي لهذا الشخص اللي احنا حاسين من ناحيته شوية بالغيرة مع ابتسامة دي اول خطوة تاني خطوة بقى ان احنا نفكر ونحلل ظروف هذا الشخص ليه الشخص ده عنده الطوبة اللي ناقصه من عندي انا سي مثلا واحدة اجوزها بيحبها يرضى لها الرضا ترضى يتمنى لها الرضا ترضى او حاجه زي كده ليه طب ما نشوف بقى ايه؟ تعاملها معاه ايه بتقول له ايه كانت دايما في نكته على على الفيسبوك ظريفه قوي تقول لك ايه الست اللبنانيه قبل ما ما جوزها يمشي يقول لها عايزه حاجه تقول له عايزاك طيب وبخير تقبرني اه تكرم مش عارف ايه الكلام ده كله الست المصريه جوزها يقول لها ها انا نازل عايزه حاجه اه خد كيس الزباله في ايدك <applause> اهو ده درس صغير ده درس صغير ممكن على فكره تقولي له برده ياخد كيس الزباله في ايده بس ازاي بقى عايزه حاجه عايزاك طيب وبخير لا شكرا ميرسي عندنا كل حاجه آه ولو ان في هيقول لك في ايه اصل كيس الزباله اتملى فمعلش يعني خده في ايدك وانت ماشي بالطريقه دي اه بالطريقه دي امال أقف اقول له خد كيس الزباله في ايدك نعم هيروح ردد عليكي برد سخيف ونبتدي بقى ايه نقارن وال 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 والمشاكسه فدايما دايما اقول لكم ايه حلو قبل ما تحدقوا قولوا الحاجه الحلوه الاول وبعد كده قولوا اللي انتوا عايزين تقولوا فنشوف يا هي جوزها بيحبها وبيعاملها كويس نشوف بقى تصرفاتها معاه نشوف هي بتعمل ايه ومش ان انا اتدخل في حياتهم او ان انا ابقى نوزي او حشريه او الكلام ده الملاحظه من بعيد لبعيد عشان اتعلم الملاحظه بهدف التعلم طيب لاي سبب من الاسباب مش قادره الاحظ هذا الشخص ايه اللي هو بيعمله على فكره مش شرط بس ان هي بين الستات حتى الرجاله كمان واحد زميلك ناجح في الشغل او صديق من اصدقائك محبوب في الشله بتاعتك اكتر منك برضو نشوف هو بيعمل ايه ونشوف هذه الطوبه اللي ناقصه عندي وموجوده عنده خلاص انا قررت اني مش هتعلم من هذا الشخص مش هتعلم من الست دي ازاي اتعامل مع جوزي ادور انا بقى وفي زي ما قلت لكم في كتب كتيرة في أبحاث في حاجات بالعربي في حاجات بالانجليزي في حاجات بالفرنساوي في مثلا أخواتنا من ليبيا بيتكلموا إيطالي وتفر اللغة اللي نقدر نقرأ بيها نجمع ونقرأ ونتعلم وأحط لنفسي خطة هذا الشخص أغنى مني عنده فلوس أكتر مني طب الفلوس اللي عنده دي نتيجة ايه هل نتيجة أنه مرتبه من شغله أكتر من مرتبي من شغلي؟ طب ليه هو مرتبه أكتر من مرتبي؟ شايفين دايماً أقول لكم الاستراتيجية دي اللي هي asking why the five why's why, 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 why آه هو مرتبه أكبر من مرتبي طب ليه هو مرتبه أكبر من مرتبك؟ عشان هو بيشتغل في شركة مثلا قطاع خاص كذا وانا بشتغل في المكان الفلاني طيب هل انت ممكن تشتغل في شركة شبيهة بالشركة اللي هو فيها لا اصل الشركة اللي هو فيها بتطلب مثلا مسوغات التعيين بتاعتها كذا وكذا 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 وانا ما عنديش من الخمس حاجات اللي هم طلبنا غير اربعة بس يبقى ايه بقى الناقص هنا شفتوا شفتوا الطوبه الناقصه بقت ايه الطوبه الناقصه ما بقتش ان هو عنده فلوس اكتر من اللي عندي لا ده بقى هو عنده شهاده مش عندي بقى هو عنده مهاره مش عندي ومدام تحول الموضوع لشهاده او مهاره او او حاجه ممكن نتعلمها الحل سهل خلاص احط خطه ان انا هتعلم هذا الامر يمكن ما للي هو فيه بسرعة الموضوع ياخد مني سنة الست مثلا اللي علاقتها بجوزها من بستين نيلة مش فجأة النهاردة قررت انها هتبقى كويسة كده الامور هتبقى زي الفل ويرجعوا تاني لا الموضوع ممكن ياخد شوية انه النهاردة عامله احسن بعده احسن بعده احسن على على مدار 3 اربع شهور هنرجع تاني سمنا على العسل وهتبقى حياتنا كويسه هيغير تعامله معايا والكلام ده كله طبعا يعني في في فيديوهات كتيره قوي وعلماء كتير قوي, قوي بيتكلموا على الشخصيه النرجسيه وفجاه دي برضو ظاهره غريبه جدا لقيت كل الستات يعني مش لا مش هقول كل ما بلاش التعميم المبالغ فيه ولكن ستات كتيرة اوي من اللي بعتين ايميلات او مسجز آه عن علاقتهم بجوازاتهم استخدموا الكلمة دي اصلا انا جوزي نرجسي اصلا جوزي نرجسي يا جدعان الشخصية النرجسية دي مش طول النهار ماشيين في الشارع نقابل ناس شخصياتهم نرجسية انتوا بتتكلموا ازاي النارسيسست دول مش مش فجأة كده ربنا سبحانه وتعالى خلق نص البشر نارسيسست وراح بدرهم على الكرة الأرضية فلازم نتكعبل في ناس نارسيسست مش كده انت كده بتتكلمي على انسان مريض نفسيا مفروض يروح ي يحبسوه في الخنكة اي اي في بعض الصفات فينا من هذه الشخصية النرجسية وفي صفات فينا من الشخصية المتسلطة وفي صفات فينا من الشخصية الانهزامية وفي صفات فينا من الشخصية اللي كذا ومن الشخصية اللي كذا ومن الشخصية اللي كذا ارجع تاني للنقطة الاولانية ان احنا بشر دام احنا بشر في عندنا من كل هذه الاصناف خصلة من الخصال فممكن جوزك يكون عنده خصلة وحشة لكن مش شخصية نرجسية يعني يعني المفروض ان الناس اللي هي اصحاب شخصيات معينه ما بيزيدش تواجدهم في اي population عن 3% 3% من الشخصيه دي و3% من الشخصيه دي و3% من الشخصيه دي فنبقى كوكتيل كده مع بعض لكن فجاه كل الستات متجوزين شخصيات نرجسيه وفجاه بقى كل الرجاله نرجسيين مش كل ما تسمعوا فيديو عن أي حاجة اه تاخدوها عليكم لأن خدوا بالكم بقى أرجع تاني لحاجة كلمتكم عنها اللي هي الألجوريزمز بتاعة اليوتيوب الناس اللي عايزة اليوتيوب شانلز بتاعتها تشت... تشتهر قنوات اليوتيوب بتاعتها تشتهر تعمل إيه؟ تروح تدور على كلمات بحث م... م... منتشرة ومشهورة وعايزه اقول لكم ان انا بعرف اعمل الكلام ده ولان دي خدمه بنقدمها للعملاء بتوعنا. يعني انا من شركه الـ الـ الشركه بتاعتي اللي هي فيها بيزنس كونسلتنج بنعمل ديجيتال ماركتنج تسويق الكتروني وبندور على الكي ووردز وعندي الادوات وعندي الحاجات سهل جدا جدا ان انا اروح عامله فيديو واكتب صفات الشخصيه النرجسيه. هتدوري عليها مره هتلاقي اليوتيوب قاعد عمال يبعتلك فيديوهات كل شويه عن الشخصيه النرجسيه الشخصيه النرجسيه وكل ما تسمعي فيديو من الفيديوهات دي تقولي اه ده ده جوزي ده جوزي عمل فيا كذا ده جوزي عمل فيا كذا بس هوب جوزي شخصيه نرجسيه ف يعني ما نسمعش للكلام دوا ونصنف الناس اللي حوالينا على انهم عندهم اعتلال نفسي لان دي كلها حاجات اعتلالات نفسية والدكاترة النفسيين لما بيجوا يتكلموا في البرامج التلفزيون والبرامج الحاجات دي للأسف بيركزوا على ايه بيركزوا على المرض النفسي فهل ده معناه ان احنا كلنا مرضى نفسيين هل انا عشان حسيت بشوية غيرة من صاحبتي ولا شوية غيرة من زميلي بقيت انا مريض نفسي لا انا انسان انا انسان ف... اه الكلام خدني النقطه اللي هي في التعلم في استراتيجيتين هنا استراتيجيه ان انا اتعلم من هذا الشخص اللي انا بغير منه تخيلوا بقى ان انا هذا الشخص يبقى بيني وبين نفسي كده اتخذته معلما ده انا بغير منها ده انا ما بطقهاش ده انا ما بحبهاش ده كذا ده كذا لا انا ممكن اتعلم منها. حتى لو ما بحبهاش انت ممكن تتعلم من أعدائك أكتر وأحسن ما تتعلم من أصدقائك أصدقائك شبهك زيك أعدائك آه بيناصبك العداء لكن عنده حاجات وطرق وأساليب يعني مثلا عارفين ريتشارد قلب الأسد وصلاح الدين الأيوبي طبعا احنا اتفرجنا على قصة صلاح الدين الأيوبي في الفيلم أحمد مظهر فيلم رائع وجميل لكن مليان أخطاء ومغالطات وفي حاجات فانا دورت ودعبست ورحت جايبه فيلم دوكيمنتري معمول تاريخ تاريخ بحت لا فيه بقى الديانه المسيحيه ولا في الديانه الاسلاميه ولا هو صراع بين الديانات ولا الكلام ده ده تاريخ امه بتحارب امه هذه الامه اللي بدات الحرب خدتها خدت. الـ الـ الوازع الديني عشان تشغل رجال الكنيسة عشان تبتدي الحرب دي وهذه الأمة بتدافع فعشان برضو تزكي الدفاع خدت الدين عشان تزكي الدفاع فاتفرجت على الدوكيمنتري وبيقولك ان القائدين دول مع انهم كانوا من ألد الأعداء ولكن كان بينهم احترام شديد جدا 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 لان كل واحد فيهم حاسس بقدر الخصم كل واحد فيهم عارف انه بيتعامل مع خصم قوي بيدافع عن قضيته وانا خصم قوي بدافع عن قضيتي وبيتعلموا من بعض تخيلوا فالشخص اللي انت بتغير منه بعد ما تدعي له بابتسامه مره في مره في مره في مره. هيتقل شويه النار دي تبقى يعني نار تقدر تتحكم فيها وبعدين تتعلم منه بقى فيا اما بالملاحظه انك تشوف هو بيعمل ايه وتقارن اللي هو بيعمله عن اللي انت بتعمله لو زميلك ده ناجح في شغله فكر وشوف اه ده بيكتب الريبورتات بتاعته بالشكل الفلاني ده مهارته في كذا بالشكل الفلاني ده بيعرف يدخل المدير ويأثر عليه التأثير على المدراء دي مهاره مش لازم ان هو يكون مكار ولئيم وخبيث والكلام دوت ممكن يكون ببساطه بيعرف يقرا الناس احسن منك بيعرف ي... 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 يعرف هذا الشخص عايز ايه ويقوله اللي هو عايزه ويتعامل معاه بالشكل اللي هو عايزه ممكن يكون ما بيواجهش بنفس الضراوه اللي انت بتواجه بيها فبالتالي ما بيحطش نفسه مع هذا المدير في عداد الراس بالراس مثلا دي كلها حاجات كتير قوي جارتي جارتي ولادها زي الفل ومؤدبين وبيت وبيتعاملوا معاها معاملة رهيبة أدب وأخلاق مش ممكن أبص بقى طب جارتي دي بتعامل ولادها ازاي بتقسم لهم يومهم ازاي بتكلمهم ازاي بتديهم ثواب وعقاب ازاي والكلام ده كله طيب ادي استراتيجيه الاستراتيجيه الثانيه لو الاستراتيجيه الاولانيه تقيله على قلبي او مش متاحه انا ما اقدرش اعيش مع هذا الشخص 24 ساعه عشان اعرف هو على مدار يومه بيعمل ايه اه وده مش متاح ومش هينفع كل واحد في, في, في بيته مقفول عليه اه بيظهر ما يظهره ويخفي ما يخفي اه نتعلم بقى نتعلم من اساليب تانية ومن طرق تانية من حاجات تانية انتوا عارفين حتى الدراما الدراما اللي احنا بنتفرج عليها احنا ممكن نتعلم منها بس نحدد ان انا عايزة اتعلم ايه من الاول مش هشوف الحاجة الوحشة واقلدها واعملها ما يقولوش كلام وحش واروح قايله زيهم ويبقى كده انا اتعلمت اتعلمت قلة الادب اتعلمت كلام وحش لا اه لكن ممكن يكون في الفيلم في حاجة كويسة فكره كويسه شخصيه كويسه وات ايفر فيا اما اتعلم من هذا الشخص ان اشوفه بيعمل ايه واعمل زيه يا اما من المراقبه البسيطه اعرف ايه اللي ناقصني واروح اكمله اعرف ايه اللي مش موجود عندي واروح اكمله اعرف اللي انا ما بعملوش واروح اتعلم اعمله واحط لنفسي خطه والخطه خدوا بالكم احنا بنستعجل بنستعجل التغيير والتغيير صعب سواء التغيير للاحسن او التغيير للاسوا اي تغيير صعب وخصوصا التغيير للاحسن لان يعني عارفين زي ما يبقى في عود معوج لو جيت غيرته مره واحده ترك هيطق وهيتكسر لكن فرع الشجره ده لو بس شديته شويه صغيرين وفضلت مخليه على الشده دي سي مثلا ملي وسبته اسبوع يدوبك على الملي ده وشلت القوه هيبقى خلاص اتعالى الملي ده اجي اروح مديله ملي تاني واسيبه اسبوع كمان واديله ملي تالت واسيبه اسبوع كمان واديله ملي رابع واسيبه اسبوع كمان وهكذا يبقى التغيير بالتدريج وده يمكن المدرسة اليابانيين في الجوده. انا دايما معجبة جدا جدا بمدرسة اليابانيين في الجودة مدرسة الـ الـ الامريكان في الجودة هي الراديكال تشينج اللي هو التغيير الـ السريع وفي اوقات بنحتاج هذا التغيير السريع وفي اوقات نعمل التغيير المتدرج التغيير السريع عشان اوصل انط نطه كبيرة اشيل سيستم قديم واحط سيستم جديد وبعدين اشتغل بقى ايه التدريج المت... التغيير المتدرج عشان أحسن أحسن, احسن 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 لما اوصل لما اوصل لاقصى طاقه في هذا النظام من التغيير خلاص ما ينفعش احسن فيه ايه هو جاب اخره يعني عصرت ال... البرتقانه نزلت لغايه اخر نقطه ما فيش تاني اروح عامله بقى تغيير راديكال اللي هو السريع ده وابتدي بالتدريج ف اول حاجه ادعو لهذا الشخص بابتسامة مرة في مرة في مرة هتخف حت... النار اللي في قلبكم تاني حاجة اتعلموا من هذا الشخص ايه ال... ال... الشيء المختلف اللي بيعمله هذا الشخص اللي مخلي هذه النتيجة في حياته مش موجودة في حياتنا ولما اعرف ايه الناقص ابتدي بقى اروح لريسورسز تانية اروح لمصادر معلومات تانية اتعلم بقى من من اشخاص اخرين اتعلم من كتاب اخرين اتعلم من 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 فيديوهات اخرى عن الحاجه الصغيره اللي ناقصاني ارجو ان انا اكون يعني جاوبت باستفاضه عن ازاي نتخلص من الغيره تجاه الاخرين ده كان موضوع اثرته من فتره. ولكن لغايه النهارده لسه بتجيني بتجي سوري اسئله عن ازاي نتخلص من الغيره تجاه الاخرين وفي النهايه احنا بشر اسيبكم بقى عشان ايه نروح نشوف حالنا <applause> مع السلامه